بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قنو لينكس. معكم عبد المجيب. من زمان ما طلعت في القناه. المهم اليوم اكلمكم عن توزيعه اسمه ما ادري بصراحه اسمه هو اللي انا بقوله ولا له اسم ثاني، بس اللي انا قريته هيز او اس. تمام. التوزيعه بصراحه روعه وجميله. ليش راجعتها تحديدا التوزيعه هذه؟ لانه جت علي طلبات كثيره ومستغرب انه في اتفاق يعني على مراجعه التوزيعه هذه. التوزيع طبعا مبني على بونتو اصدار 14.4، هذا يعني دعمه طويل الى 2019. التوزيع تهم الشخص المستخدم اللي يحب الجماليات وايضا يبي توزيعه شبه متكامله، نظرا لان التوزيع فيها اشياء من موجوده، ولكن مقارنه مثلا بلينكس مينت او مقارنه بالابونتو تعتبر متكامله من ناحيه البرامج والاشياء الموجوده. ناخذ وقت شاي حليب. شاي حق معلمين ذا، هذا يسكت. المهم التوزيع طبعا له موقع خاص. الموقع حاليا ما اقدر افتحه لان في مشكله، اكرر بشيك الحين اشوف. تمام. التوزيع تجي تقريبا بثلاث اصدارات اذا انا ما نسيت، في اصدار اللي هي كور، وفي اعتقد النوت بوك، وفي اعتقد اصدار فل. عموما انا نزلت الكور اللي هو زي تقول يعني مو بالمتكامل بشكل عام، ولكن انه فيه اغلب الاشياء. اذا انت مستخدم ممكن انك تحب يصير عندك اتصال انترنت قوي والى اخره، نزل كور وخلاص، يعني بالكور تقدر تركب عن طريقه برامج ثانيه. بسم الله، خلينا نبدا بالتوزيع. طبعا التوزيع في اشياء حلوه كثيره، من اولها اللي هي جماليات الشكل، الخلفيات طبعا حسب الطلب اللي وصل لي على الايميل، وكالعاده اذا شفت توزيع جميله خلفياته اسحبه. ففي تحت رابط خاص لتحميل خلفيات راح تشوفونه بعد شوي على التوزيع، ممكن تنزلهم على توزيعتك وتستمتع بالخلفيات. طيب نقول بسم الله ونشوف التوزيع. طبعا طريقه تسجيل الدخول زي ما انتم شايفين، هذه واجهه الدخول. هذا اول شيء جميل بالتوزيع انه غيرت واجهه تسجيل الدخول، انا شايفه قبل الطريقه هذه. طبعا التوزيع فيها زي ما تقول جماليات او بساطه التصميم. طبعا تستخدم واجهه سينمن، ولان استخدم واجهه سينمن انا الاخيره واجه معها مشاكل بالفيرتشوال بوكس خاصة بدعم الثلاثي الأبعاد، فاللي حاب يجربه يعطل دعم الثلاثي الأبعاد. الكرت اللي بالفيرتشوال بوكس يستخدم زي ما أنتم شايفين 2D فقط اللي هو ثنائي الأبعاد. أوكي، هذه هي التوزيعة بشكل عام. طيب طيب التوزيعة طبعا مبدأ تقريبا مشابه لمبدأ توزيعة إليمنتري، لكن أنا أشوف أنه أفضل من إليمنتري، راح أقول لك ليش أفضل من إليمنتري. أول حاجة الأشياء اللي حبيتها يعني، وفي كلمة يعني بنرفز بواحد، أوكي واحد حاب نرفزه، أنا حاب أغير خلفيات، عندك مانع؟ انا بغير خلفيات، ما انا مصالح توزيع، يدري يعرف نفسه. طيب نروح نسوي تشينج. اوكي يلا. طيب طبعا زي ما انتم شايفين اول الاشياء اللي راح تشوفها اللي هي الخلفيات الكثيره الجميله. اوكي طبعا هذه الخلفيات راح تشوفونها موجوده الحين زي ما قلت لكم، موجود تحت رابط لتحميل الخلفيات هذه، ونزل على راحتك باي توزيع تبي. طبعا زي ما انتم شايفين في خلفيات كثيره وجميله. تمام. ولانه عندي ما شغل دعم 3D فتلاحظون في بطء بسيط بالواجهه. طيب احنا ممكن نضغط على اي خلفيه طبعا ونختار، ولكن تبون الصراحه انا حاب اختار خلفيه الحين. خلينا نجرب ذي. حلو، بينت لي انه في شيء هنا. طيب جميل، هذه هي. اوكي حلو. لا ما حبيته، خلونا نغير نحط خلفيه ثانيه مثلا. هذه. اوكي لا بس لا 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 اصبر، انا هذه المنطقه السوداء ما حبيتها. بس في واحد انا بقهره، بس هو قاعد يتابع الفيديو الحين، بس بحط سبده. اوكي هذه حلوه. طيب هذه اول حاجه. طبعا بالنسبه لموضوع الخلفيات، ناهيك عن تصميم النوافذ نفسه مختلف. تمام. فيعني في حركات جميله خاصه بالنوافذ. هذا من ناحيه الشكل. طبعا الايقونات زي ما انتم شايفين في تحت شريط، في برامج مثبته راح امر عليه بعد شوي. نبدا بالشريط اللي فوق. الشريط هذا شريط خاص بقائمه المستخدم. ناخذ واحد شاي. زي ما انتم شايفين قائمه المستخدم ما فيها شيء جديد. هذا اعتقد لي النوافذ المفتوحه، الساعه الى اخره. لكن هنا في حاجه حلوه اللي هي الاماكن كلها مشتاق لك. طيب فعندك هنا الاماكن زي ما انتم شايفين، الاشياء اللي المستخدم دائما يروح لها زي الداونلودز، الفيديوز، بيكتشرز الى اخره. فممكن تضغط على اي واحد منهم يفتح لك اللي هو مدير الملفات وتدخل عليه. يلا افتح يا مدير. اوكي بي اف ولا افتح ابد. من هنا صح، في شغله بسيطه لازم هذه تحت شكلها ما له علاقه. عموما فهذه هي السالفه. طبعا ممكن تضغط على بزر يمين وتحذفه، ممكن تعدله الى اخره. في هنا شغله اللي هي خاصه بتسجيل الشاشه، فعندك ممكن تاخذ صوره او ممكن تاخذ تسجيل عام كفيديو يعني. فمن تحت هنا فيديو، وهذه منطقه خاصه بالتصوير.
فلو ضغطنا مثلا على كارنت ويندو راح يصور لك الويندو الحاليه سيلكتد اريا او هول سكرين عشان يصور لك الشاشه كامله. كم تبي من ثانيه تاخير؟ ممكن تقول ثانيه واحده، خلاص بعد ثانيه راح يصور لك الشاشه، تم تصوير الشاشه. طيب الان طبعا تحصل تصوير الشاشه لو رحت لهوم، بعدين تروح لهوم من هنا اعتقد بتكون موجود مع بيكتشرز. اوكي هذه هي. طبعا ما راح اصور وجهي لان وجهي عباره عن نافذه ثانيه خارج النظام. طيب تستخدم طبعا مدير التحديثات الخاص بلينكس منت، وهذا شيء جيد لانه سهل جدا طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو. اوكي حتى اسمه مغيره منت ابديت، جميل. اوكي في عندنا هنا شغله ثانيه اللي هي على سطح المكتب، تضغط عليه يطلع لك سطح المكتب، هذه التنبيهات. في عندنا هنا القائمه الخاصه بالبرامج. اوكي فزي ما انتم شايفين نفس قائمه سينمان تقريبا، لكن زي ما قلت لكم انهم عندهم او زي ما تقول وجهه نظر خاصه بالتصميم، فتصميمهم جميل جدا، ايقونات حلوه والى اخره. طبعا البرامج ما راح امر عليهم واحد واحد لانه مليانه برامج، ولكن لو حبينا نشوف مثلا الالعاب حطوا لك ستيم، اللي يلعبون ستيم ما ادري وش اللي صراحه مايز جرافيكس جيم ما حطوا صح، حطوا حاجات ثانيه. طبعا في برامج ترى مغلقه كثيره بالتوزيع، يعني اللي يتضايق من الشغله هذه يحذف البرامج. في برنامج تويتر اللي هو بيردي الخاص بالالمنتري، ما ادري هو خاص بالالمنتري ولكن انا ما شفته الا على الالمنتري. هذا الميل ما شفته صراحه، خلينا نشوف ايش موضوعه. هذا جيري برضو، هذا موجود على الالمنتري. طيب بالنسبه لي برامج الاوفيس حطوا لك اللي هي البرامج اللي انا اكرهها جدا تمام، وهي برامج كينج سوفت اوفيس او كينج اوفيس او شغله زي كذا. اعوذ بالله كل هذه مكتب سلامات الى منا. اوكي فزي ما انتم شايفين هنا حاطين لك اللي هن الكينج سوفت، طبعا حاطين لك مايكروسوفت اكسل اونلاين والى اخره، بعدين انك ضغطت عليه يفتح لك الاكسل اونلاين. اوكي اعتقد بوديك على السكاي درايف. ايه اوكي ويلكم تو اكسل، ساين ان وذ مايكروسوفت اكونت، ساين اب نوت شور اف يو هاف ان اكونت لوكينج فور ات. وي اقول انقلع اصلا ما احب مايكروسوفت. المهم في عندنا برضو طبعا هذه عشان الناس اللي تعلث تقول ابي برامج مايكروسوفت موجوده هنا. ايش عندنا بعد؟ في عندنا اللي هو التقويم، برضو التقويم خاص بالجيري ما حبيته، مو بالجيري بس لانه ما فيها زي ما تقول دعم كبير بالبرامج. في عندنا برامج خاصه ب اذر اللي اخرى، في عندك الطقس والى اخره، برامج البرمجه ما حط الا واحد اللي هو جوجل ويب ديزاينر، بصراحه انا ما اعرفه هو جوجل ويب ديزاينر تمام، ما ادري وش هو، خلينا نشوفه. يمكن بوديك برضو على صفحة جوجل نفس قبل شوي. اوكي بيتا ريليز. طيب افتح افتح يا مدير قول شيء واخر واسم النبي زين جوجل عاد. طيب نروح الحين لم الساوند اند فيديو. طبعا في برامج كثيرة زي ما قلت لكم، ميزة التوزيع انه انتقت البرامج انتقاء، فلما تجيب برنامج تجيب لك برنامج تصميمه اصلا جيد من اكثر من توزيعه. فالفيديو بلاير اعتقد انه نويز، لا نويز هذا حق الموسيقى، ممكن يكون نفسه. شوف جيب لي كليب جراب واحد ثاني يا مدير واخر شيء فتحت الصفحه دي. طيب في عندنا اللي هو حق الموسيقى، مشغل الموسيقى اللي هو يا حبيب اوكي مشغل الموسيقى اللي هو نويز ميديا مانجر، لا ميديا بلاير ما ادري بكلمه، لكن راح انزل له الحين تحت. الخصائص طبعا ما راح اتكلم عن الخصائص، انا خصائص واجهه سينمان في بعض الاشياء. يمكن في عندك هنا اشياء خاصه باداره النظام، اوكي اب سنتر اللي هو مدير التطبيقات، بصراحه انا ما شفته هذا، يمكن خاص بهيز. اوه والله شيء طيب. طيب بحمل هذا، اوه ايام الطيبين. البرنامج ذا كان من برامج التولت المفضل عندي. اوكي يبدو انه نفس حق بونتو سوفتوير سنتر لكنه معدل، ما ادري ما افتي لكم، هنجرب ضغطنا على تحميل من هنا يمكن ينزل بعدين يثبته، والله ما ادري ايش موضوعه صراحه، ما قال لي باسورد الحين قاعد يحمل. يبدو انه يسوي له داونلود ثم يحمله، لانه على جينو لينكس مستحيل ينزل لك برنامج بدون ما يطلب منك باسورد، اذا كانوا تخطوا ايوه ما راح اكمل، لكن اقول لكم لو كانوا تخطوا موضوع الحمايه هذا حطوا مستخدم بدون باسورد يبدو، لكن عموما خلاص تم تثبيت البرنامج. حلو جدا 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 اللي هو مدير البرامج حقهم هذا صراحه فانتاستيك. في عندك ممكن تتصنف زي ما شايف الكاتيجوري من هنا، العاب برمجه الى اخره. في هنا ممكن حسب الستيت، يعني هل برنامج مثبت او برنامج جاري تثبيته الى اخره. في عندك هنا السورت اللي هو ترتيب، ممكن تشوف الترتيب من هنا تعدل الترتيب. طبعا هنا لاحظ انه صار انه ذا بونتو 1، فيبدو انه يما انه هذا برنامج ابونتو بشكله الجديد، او اني انا مبتعد الابونتو، او انهم هم عدلوا نسخه الابونتو، لكن برنامج حلو. طيب
ايش عندنا بعد هنا يا حبيبي؟ لا يا حبيبي انا اركز. طبعا زي ما قلت لكم مشكله بالدعم حق ال 3 دي. دومين بلوكر اوكي ما في شيء معين. بلايسز طبعا الاماكن كلها مشتاق لك. ننزل تحت الشريط اللي تحت. الشريط اللي تحت فيه مدير الملفات هذا. طبعا مدير الملفات ايش اسمه اللي استخدموه؟ اعتقد نيمو اعتقد هو اكيد اذا كان يستخدمون اوكي نيمو اوكي حلو. ما زالوا يستخدمون خصائص اللي هي سينمن. في عندنا هنا اللي هي الخصائص او اعدادات النظام اعدادات الواجهه بشكل عام. لاحظ معي انه هنا في اعدادات نفس اعدادات سينمن طبعا. ما اشوف شيء جديد مضاف يعني لمحه سريعه ما اشوف شيء جديد. مجرد اعدادات للسينمن نفسه. في عندك هنا اللي هو المتصفح. طبعا حتى المتصفح جوجل كروم خصوصيتك مدعوسه هنا. ولكن بما ان جينا هنا خلينا ندخل على موقع هيز تشوفه يفتح ولا لا. هذا هيز او اس. انا عندي مشكله بالموقع ما فتح معي. اوكي ما راح يفتح. طبعا هم من امس يواجهون مشكله بالموقع ما ادري وش هي. ولكن توزيعه زي هذه ترى تستحق انك تدعمه حتى لو بفلوس. طيب هذا متصفح. هذا التقويم اللي قلت لك معناه لو ضغطنا عليه. طبعا تقويم مبسط ممكن تربطه بحسابك جوجل. سابقا كنت تقدر تستخدمه ولكن مع الاون كلاود ما بتقدر تستخدم هذا لانه ما يدعم الاون كلاود. ممكن بعدين ينزلوا دعم بالاون كلاود. اوكي اوكي نسكر هذه نجي نوخر وجهي شوي هنا بعدين نروح نشوف هذا الابلكيشن سنتر اللي شفناه. هذا البيردي الخاص بتويتر طبعا يهمنا اكيد. برنامج مبسط جدا خاص باستخدام تويتر. ايش عندنا بعد هنا؟ هذا اللي هو سكراتش مدير او محرر نصوص. اوكي زي ما انتم شايفين برضو استخدم سكراتش حق اللي هو اليمنتري. هذا ستيم اللي حاب يلعب العاب. هذا وشو هذا؟ هذا كينج سوفت ما ادري كينج اوفيس ولا وشو ما بي. هذا تصوير الشاشه ما اوكي. هذا الوورد هذا البرزنتيشن هذول كينج سوفت ولكن هذا وشو ذا؟ كينج اوفيس عفوا هو كينج سوفت تحت قسم الشركه. هذا نويز قاعدين شوي يدور. طيب هذا بالنسبه لي الاشياء الموجوده هنا. بالنسبه لي التوزيع بشكل عام انا ما استخدمته ونزلته يعني استخدمه بشكل يومي عشان اقدر اعطيك انه والله هي مستقره ولا لا. ولكن واجهه سينمن الاخيره مستقره بشكل كبير ايضا مبنيه على الابونتو 14.4 ايضا التوزيع هذه مستقره وطويله الدعم ممكن انك تجربه. طيب محتار تركبه ولا ما تركبه؟ راح اقول لك يا ببساطه اذا كنت حبيت شكل التوزيع حبيت سياسته ان فيها برامج وايضا في برامج مغلق ممكن اذا حاب تتخلص من برامج مغلق ممكن تاخذ برنامج في ار ام اس ممكن تركبه وبعدين اذا ما تعرف الفي ار ام اس ممكن تبحث عنه راح يعلمك البرامج المغلقه ويقول لك احدث هذا مغلق هذا مغلق هذا مغلق هذا مغلق. طيب انتهت مراجعتنا للتوزيع هذه. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. لا تنسون تحت في رابط الموقع اذا ما فتح معك انتظر راجع الموقع بعد فتره وفي تحت ايضا رابط خلفيات التوزيع. السلام عليكم ورحمه الله. اصبروا باقي شوي وبركاته.